يبحث عن التقدم، يبحث عن ضربة أولى في المباراة. الزعيم يبحث عن الضربات في كل الاتجاهات، الزعيم يضرب في كل الاتجاهات. نعم يا سفيان، الزعيم يقاتل في كل الجبهات يا سفيان. الزعيم لا يعرف سوى الانتصارات يا زعيم. يا زعيم، ما الذي تريد من هذا الموسم؟ يقدم مباراة في أولها ضربة مبكرة، ضربة مبكرة من علامة الجزاء، ضربة مبكرة من علامة الجزاء، يتقدم فيها سفيان بالضربة الأولى. يسجل سفيان خامس أهدافه في هذا الموسم من علامة الجزاء. يضع الكرة، يضع حارس المرمى علي الحسني في جهة، وخذها في جهة وردها إن استطعت إلي يا علي الحسني. هكذا يقول سفيان رحيم، يتقدم للزعيم الذي يبدأ يطالب بالاقتراب من سفيان، لكن هذه كرة اللعب إلى الأمام. بلاسيوس عدا، هذه كرة لجسنا خطيرة في مكان، يا الله، أوهو هو. جول 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 جول، هدف لعبد الكريم تراوري بتوقيع أفراد الزعيم، بتوقيع متعة الزعامة، بتوقيت العلامة التي تقول هنا الزعيم، هنا ليلة الزعيم. يسجل عبد الكريم تراوري. الله يا كريسبو، الله يا كريسبو، ما الذي فعلوه في اللقطة الماضية؟ ما الذي تبادلوه في اللقطة الماضية؟ بلاسيوس الأولى، جوسنا الثانية، بلاسيوس الرابعة، أوهوهو، يا الله، هدف يدخل مرمى والشباك البرتقالي عن طريق عبد الكريم تراوري، يضعها في المرمى، يضعها في المكان المستحيل، في المكان اللي لا يمكن إعادته مرة أخرى، وهدف أول لهذا اللاعب في مسيرته مع الزعيم، في مسيرته مع العيناوي. يتقدم بهدف ثاني الزعيم في هذا اللقاء اللي مرت في تاريخ العين. كرة اللعب، سفيان، هرب سفيان، خطيرة، ممكن جول. الله، رحيمي إن كان موجودا لا تطمئن لوجوده يا علي الحسني. يسجل الهدف الثالث للعين، يسجل الضربة الثالثة للعين، هدف ثالث للعين عن طريق سفيان رحيمي، عن طريق رحيمي يضع الكرة في المرمى محرزا الهدف الثالث والهدف الثاني له شخصيا في هذه المباراة، والهدف السادس له في مسيرته مع نادي العين في هذا الموسم. شوف اللقطة، شوف اللمسة وصلت من عمر الزيني، بلمسة عمر الزيني أخطأ عبد الله صالح، خرب في اللقطة الماضية سفيان رحيمي. سفيان رحيمي يسجل الهدف الثالث بتسديدة قوية سكنت الشباك. يتقدم العين بالهدف الثالث ويعمق جراحات البرتقالي، يعمق الجراحات أكثر. سفيان رحيمي يضع البصمة في مرمى فريق نادي العين ويرفع. عبد العزيز بيحاول يمر لكن سرعان ما يخسر الكرة، كرة إلى الأمام في مكان خطيرة، سفيان، ممكن جول. الجلاد سفيان يضع الكرة في المرمى، يسجل، لكن هنا راية وتسلل يعلن عنها المساعد الأول لحكم المباراة السيد قيس الخديم، يعلن عن وجود راية وتسلل لسفيان رحيمي. لكن جلاد، شوف الكرباج اللي كان من سفيان رحيمي، شوف كيف لم يرحم فيه المرمى، سددتها قوية في مرمى علي الحسني. هل كان في موقف تسلل من هذه اللقطة؟ الصعب انك تحكم اذا كانت وضعية التسلل حاضرة من عدمها، ولكن سفيان شوف التسديدة قوية جدا، لا يمكن التصدي لها، وبالتالي الهدف الرابع بيلغى بداعي التسلل. يلغى الهدف الرابع بأداء التسلل، لكن ما زال حكم المباراة يطمئن على قراره إذا كان سليم. ما زال يتحدث لغرامة الفيديو. شوف اللقطة صعبة، أعتقد نعم هدف، نعم سفيان يسجل الرابع، سفيان يسجل الهاتريك،
سفيان وهاتريك يسجل في هذه المباراة. الله الله يا زعيم، الزعيم يضرب في الصميم. سفيان يسجل الهدف الثالث له شخصيا والهاتريك في هذه المباراة. العلامة كانت فارقة مع الزعيم يا سفيان. أداء جميل وكربات جميل وتسديدة من أقوى التسديدات التي أراها.